جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع منشط. بداية مانشيت مع صحف دمشق التي ركزت على الملف الميداني بكافة أبعاده وعلقت على التصريحات الروسية حيال الحل العسكري في سوريا. فنقرأ من صحيفة الثورة لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين: الجيش يستعيد بلدة كوكب بريف حما ويقضي على متزعمين سعوديين لداعش بريف حلب ويدمر معسكرات تدريب لإرهابي جيش الفتح بريف حما. موسكو لا حل عسكري للأزمة، تعليق واشنطن تعاونها ناتج عن عجزها والإرهابيون المستفيد الوحيد. الجعفر يخطر ظاهرة تهدد العالم، دعم بعض الدول مجموعات إرهابية تستخدم السلاح الكيميائي. الخارجية كيمون لم يلتزم الحدود الدنيا لأخلاقيات مهمته وأساء مرارا للمصداقية الأممية. نصر الله، أمريكا والسعودية تصران على إفشال الحل السياسي خدمة للكيان الصهيوني. نظام آل سعود يقترض من السوق الدولية للمرة الأولى. أردوغان ينتهك سيادة العراق مجددا والعبادي يرد. ومذكرات باعتقال 125 شرطيا في اسطنبول، والبرلمان يصادق على تمديد الطوارئ. بينما قدمت صحيفة الوطن السورية تحليلات عسكرية للسيناريوهات المحتملة أمام التنظيمات الإرهابية الموجودة في مدينة حلب، فنقرأ من عناوين صحيفة الوطن إذن لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين: الجيش يتقدم في الغوطة الشرقية وريف حما الشمالي، مسلحو حلب يتدارسون اللجوء إلى سيناريو حمص القديمة. دمشق انتقدت بان بشدة ورحبت بالقاعدة الروسية بطرطوس، وتركيا واشنطن ستصبح داعمة للإرهاب. موسكو وطهران ضرورة بدء مساع دبلوماسية جديدة لحل الأزمة. الجعفري دعم إرهابيين يستخدمون الكيميائي هو الظاهرة الأخطر في العالم. بوتين يلغي زيارته إلى باريس، وأولاندا يؤكد استعداده للقائه في أي لحظة. وروسيا تنفي بحث إنشاء درع صاروخية مشتركة مع تركيا. أما بالانتقال إلى هذا اليوم الأربعاء، نجد بأنها ركزت على خطاب السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى عاشوراء وأهم النقاط التي جاءت فيه، إضافة لعدد من الملفات العربية التي نطالعها في صحيفة السفير اللبنانية والتي كانت فيها العناوين على الشكل التالي: فرنجية يرمم ترشيحه، وبري ينشد كلمات نصر الله يلاقي الحريري ويتحدى المشككين، جربونا. حلب الفصائل المسلحة تتحضر لهجوم النفس الأخير. غطرسة أردوغان عراقيا تتمادى. مصر تؤمن بديلا للنفط السعودي. أوروبا عملية كوماندو السياسية لإنقاذ ديمستورا. تقدم للجيش السوري في ريف حما والغوطة. الرياض تبدأ مباحثات أول اقتراض دولي. والدوما يصوت اليوم وجود عسكري دائم في سوريا. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية أيضا لهذا اليوم الأربعاء، ونقرأ من عناوين صحيفة أو من عناوينها دعوات السيد نصر الله لحلفائه من أجل سلسلة من التفاهمات حول أهم المشاكل التي يعاني منها الداخل اللبناني. فنقرأ من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها: المنطقة إلى مزيد من التصعيد والسعودية إلى الهاوية. نصر الله يدعو حلفائه إلى تفاهمات. الكرملين يقلب الطاولة على الإليزي. أردوغان يفجر العلاقة مع بغداد. سنكون في الموصل. كلينتون: السعودية وقطر تمولان داعش. دمشق: بان كيمون يسيء إلى الأمم المتحدة. والسعودية تخفض النفقات أو خفض النفقات يضرب القطاع غير النفطي. أما بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة لهذا اليوم الأربعاء، فنقرأ من عناوينها: رصدا لعمليات القتل والاقتحامات والبناء الاستيطاني المتواصل ضد الفلسطينيين. فنقرأ من صحيفة الأيام المقدسية لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين: شهيد في سلوان وإصابات خلال مواجهات في الرام. إجراءات احتلالية انتقاما من عائلة الشهيد أبو صبيح. 156 مستوطنا ينفذون اقتحامات للأقصى.
واعتداءات على مواطنين في البلدة القديمة. اعتقال مقدسي بزعم التخطيط لتنفيذ عملية في حافلة إسرائيلية. نصر الله يحذر المنطقة مقبلة على مزيد من التوتر. أما الصحف العربية الصادرة في لندن لهذا اليوم الأربعاء فشملت في عناوينها أبرز التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة العربية، فنقرأ ما حملته القدس العربي من عناوين وكانت على الشكل التالي لهذا اليوم الأربعاء، ونختم بها منشط: الرئيس التونسي للقدس العربي: نحن مهددون بالإرهاب ولا نستطيع مقاومته وحدنا. حرب كلامية بين أنقرة وبغداد، وأردوغان للعبادي: إلزم حدودك. بوتين يلغي زيارته إلى باريس بسبب الخلاف على الملف السوري. مصر تتلقى عروضا بديلة عن النفط السعودي من إيران وروسيا وفنزويلا. القوات الإسرائيلية تعاقب عائلة الشهيد أبو صبيح. زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية خيبة أمل فلسطينية، والحكومة تطالب بالانتقال للتحقيق تكريسا للعدالة. مشاهدينا، إلى هنا ننهي منشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارة اليوم، لنتابع. كتب بسام أبو شريف في الأخبار اللبنانية: على القوى الثورية العربية التي تعتبر المعركة على أرض سوريا معركة الأمة العربية وتحديداً معركة فلسطين، أن يعتبروا أن الاحتمال الضئيل بأن الولايات المتحدة سوف تنزلق عسكرياً نحو الحرب في سوريا هو الاحتمال المرجح، وهذا يقتضي أن تقوم غرفة العمليات للقوى الثورية العربية بوضع خطط هجومية للدفاع عن النفس. في الختام يقول الكاتب: دير الزور أيضاً يجب ألا تنتظر، فالولايات المتحدة تحاول بقصف الجسور تحويلها إلى منطقة خالية من الجيش السوري، وبذلك يمكن أن تحولها إلى قاعدة للإرهابيين. علينا ألا ننتظر، إذا دمروا جسراً على المقاتلين أن يتوجهوا سباحة إلى دير الزور عند اللزوم، ففي ظل الإنذار الروسي لن تتمكن الولايات المتحدة من ضرب الجيش السوري. كتب مصطفى المقداد في صحيفة الثورة السورية: الإشكال الأساسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في حوارهما حول المسألة السورية هو أن الأولى حتى اليوم لا تعرف ماذا تريد في سوريا، أو أنها من شدة خبث ما تريده لا تستطيع الإفصاح عنه، وهي تتصرف عسكرياً بشكل يثير الكثير من الشك حول الغاية والأهداف من هذه التصرفات. فضرب مواقع الجيش السوري بشكل مباشر حتى ولو كان لمصلحة تقدم داعش وتدمر جسور الفرات دون مبررات عسكرية مقبولة، وكذلك تسلح الإرهابيين في سوريا. كتب طلال سلمان في السفير اللبنانية: لم تكن تركيا وحدها شريكة في الحرب في سوريا وعليها، بل إن بعض دول الخليج بالقيادة السعودية كانت لها مواقفها المعلنة في استعداء النظام في دمشق إلى حد التحريض عليه علناً، وتقديم المساعدات المؤثرة تسليحاً وتدريباً وتمويلاً وإيواءاً إلى المنظمات والجبهات المختلفة التي تولدت بغزارة كما الفطر. في الختام يقول الكاتب: إن العرب يدمرون صفحات المجد في تاريخهم بأيديهم، مرة بالمكايدة والأحقاد الموروثة، ومرة ثانية بطموح بعض الأغنى بالثروة والأفقر بالتراث الحضاري إلى احتلال الموقع القيادي بشطب الكبار مستقبياً عليهم بذهبه وفقرهم. نوه عمرو عبد السميع في الأهرام المصرية إلى أن تركيا لم تقتصر على احتلال المنطقة الآمنة التي حددتها في شمال سوريا، ولكن لديها نوايا للهجوم على الرقة أيضاً. كلام أنقرة عن أنها تمنع تغيير التركيبة السكانية في العراق وسوريا يبدو غريباً وغير منطقي، لأن موضوع التركيبة الديموغرافية يتم حسمه من العناصر الفاعلة المحلية أو بوصاية دولية شاملة. أما أن ترى إحدى الدول أنها مسؤولة عن الحفاظ على التركيبة السكانية كما تراها، فذلك تدخل رذيل جداً ولا يمكن قبوله، وبالتالي فإن حجة التدخل التركي زائفة ومغشوشة، وهي تغطي رغبة جنونية في السيطرة وولع عثماني بمد النفوذ وتحقيق حلم أخرق لم تعد ظروف عالمنا تسمح به سياسياً أو فكرياً.
وعن الدعم الغير محدود للمجموعات الإرهابية المسلحة، فلا بد من أن ترى الحضور الكبير لتركيا. أما عندما يتحول الهجوم من دعم للجماعات الإرهابية إلى تطاول على رموز لدول عربية، هنا يكون لضرب الأعراف والتقاليد الدبلوماسية العنوان الأبرز. فما تبعات التطاول التركي؟ وهل تركيا والعراق على أبواب أزمة حقيقية؟ التطورات السياسية مع ضيفي من بغداد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور جاسم الموسوي. أسعدت أوقاتا دكتور جاسم. أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدي قناتكم. أهلا بك. يعني أردوغان تطاول على الرموز السياسية العراقية، اليوم هل نحن على أبواب تحول في الصراع التركي العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك يعني ما وصل للعراق الآن من السيد العثماني يدل على حقيقة أن الرسائل التي أراد أن يوصلها أردوغان إلى العراق على أنه عازم على خوض الحرب الطائفية بعد أن فشل بأن تخوض الجماعات الإرهابية التي كان يدعمها حربا طائفية تنتصر فيها على الدور الطائفية. وبكل تأكيد السيد أردوغان الرجل الذي للمنطقة ليس فقط على مستوى العراق، أنه عمل بشكل كبير جدا على تدمير الأمن والاستقرار في دول كثيرة من الجمهورية العربية السعودية. طبعا الخطيئة التي يرتكبها أردوغان الآن هو لم يتفهم إلى الآن هو أن العراق بدأ ضعيفا وتحول قويا. الآن العراق بعد تحرير مناطق شاسعة للتنظيمات هذه بنت بشكل مباشر من أردوغان، ولكن جاي آخر زي الدواعش انتصر العراق عليها، والعراق اليوم مطيع وبشكل كبير من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بمواجهة هذا التدخل وهذا الخطاب الطائفي الذي أصبح مزعجا حقيقة ومستفزا للذاكره العراقيه الوطنيه التي ترفض ان تعامل بطريقه الطائفيه السياسيه او التمييز الطائفي. طبعا العراق لم يرد على السيد اردوغان بالمستوى الذي وصل اليه هذا اسف اقولها المعتوه والمنافق عندما رد العراق وبطريقه كياسه دبلوماسيه على انه سيتخذ كثير من الخيارات. اولا خيارات تتعلق بالمحافل الدولية التي يذهب إليها العراق. نعم دكتور جاسم، دكتور جاسم لو سمحت لي، يعني الموضوع لم يبقى فقط محصورا في إطار التمادي أو التطاول على الرموز السيادية العراقية أو السياسية العراقية، هناك أيضا تدخل تركي واضح ومفضوح، وهناك أيضا كما ذكرت بعض الصحف تصريح لأردوغان يقول سنكون في الموصل، يعني هذا اعتداء كبير وسافر على الأراضي العراقية، يعني الرد العراقي كيف سيكون على ذلك؟ أولا أردوغان الآن يلعب بالورق الأخضر، ولذلك يعني بلا شك هناك أدوار واحتلال واضح جدا، هناك قوات محتلة بدون موافقة موجودة على متواجدة على الأراضي العراقية ترفع علم تركيا. هناك خطاب سياسي يدعو للطائفية. العراق في معركة الموصل على أقول على كيف تسجلها عندما يجد القوات التركية أمامه سيتعامل معها على أنها قوات داعشية. صرح الزاد في العراق بأنه حق الرد سواء بالاتفاق اتفاقيات جنيف الأربعة أو لائحة لها، هناك لزم أدوار على الأراضي العراقية. أردوغان عندما يدخل الموصل سيجد قوة وقوة كبيرة ومفاجئة بها، يعني في بعض التقديرات البعض يعني يقسم قوة العراق على أنها قوة محددة، القوة العراقية بدأت حقيقة تكبر ولدينا حقيقة من الاستطلاع بل لدى العراق الآن من الاستعدادات الكاملة والتامة لمواجهة الجيش التركي في الموصل، يعني المعركة سوف لن تكون مع داعش أكثر مما ستكون أردوغان أو الجيش التركي. وهناك دعوات وبالمناسبة أن أردوغان قد استدعى 5000 مقاتل من لم يطلق عليهم الجيش الحر وهم ليسوا أحرار ليقاتلوا في الموصل ضد الحشيد حركة طائفية. نعم، إذن يعني التهديد الذي خرج به أو خرجت به قيادة الحشد الشعبي بأنه سيكون هناك مواجهة مع القوات التركية على الأرض سيكون حاضرا. بالتأكيد ستكون هناك مواجهة،
المواجهه، انا اقول لك اخر الخيارات التي اتخذت يوم امس من قياده في العراق ان القوات التركيه ستكون قوات معاديه امام بعض النواحي الاخيره وما الحج الشعب المقدس. اقول لك اذا سيجاسد حظه اردوغان وهو متهور بكل تاكيد، واسف اقولها معتوه وعميل حقيقي في المنطقه، انه سيجرب القتال في الموصل وسيجد ان البنادق الوطنيه السنيه التي ستقاتله اكثر من 1000 قياده. هناك خطف كبير جدا، هناك عدوان، هناك ترخص رجل وجيش يحاول ان يسترد ما حققه العراقيون نعم. من تحرير اراضيهم من ورقه كان يحطمها اردوغان ويداعش. نعم دكتور جاسم، يعني ما مدى ترجيح احتمال ان يكون الهدف التركي هو حمايه ظهر داعش من جهه الموصل؟ يعني اولا أن اقول لك بصراحه ان اردوغان كذاب ومنافق، كذاب عندما ادعى أن هناك حقيقة موافقة رسمية من جانب متعددة فقد ذلك، ومنافق عندما الحقيقة قال هناك عن السنة، هو يدافع عن داعش. أولا السنة الأكراد الذين يقتلون في تركيا من الشعب التركي مئات الآلاف، والتركمان الذين فرقهم سنة وشيعة واضح وهو يستهين بقدرات العراق الشيعة، والعرب هم أكثر الذين تلقوا صياب يعني الدولة العثمانية، وهم الذين رفضوا الدولة العثمانية التي يفكر بها أردوغان. أردوغان بكل تأكيد لديه تنسيق عالي، أكاد أقول هو الجيش اللي كان يقاتل على الرؤية هو تنظيم داعش. الدليل أن لا يوجد ممر لتنظيمات داعش غير الممرات التركية من حيث الدعم اللوجستي. نعم. من العراق وبعض تركيا والقنصليه الثانيه التي وجدت بالموصل من العراق والتي عادت الى تركيا ودعم داعش اذا كان فعلا يتخاصم مع اردوغان، يمكن ان يسلم هؤلاء الموظفين الدبلوماسيين وهو يؤمن ان كل شيء كاف الى كاف. نعم القوات التركية اليوم دكتور جاسم ليست بالجديدة يعني، ولكن هو الخطاب الإعلامي الذي خرج به أردوغان هو الجديد في هذه المرحلة. شكرا لك ضيفي من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور جاسم الموسوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل. كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ بعملية تجنيد مجرمين خطيرين في أوروبا استعدادا لما وصفته بالمرحلة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن تقرير للمركز الدولي لدراسة التطرف أنه لأول مرة يحصل أن يعمد تنظيم إرهابي إلى عمليات تجنيد للمجرمين بهذا العدد غير المسبوق. وأشارت الصحيفة إلى أن البروفيسور بيتر نيومان مدير كينغز كوليدج البريطاني أكد وجود حاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الأوروبية حيال هذا التنظيم. وأوضح نيومان حسب الصحيفة أن الكثير من الأجهزة الأمنية ما زالت تتعقب الشباب الذين يظهر تغيير في سلوكهم خاصة في المظهر وإطلاق اللحية، كما بيّن أن النمط الذي كان المعتاد في النظر إلى عناصر هذا التنظيم يجب أن يتغير. فهذا التنظيم يجند مدمني المخدرات وأصحاب السوابق في الجريمة، ويعمل هؤلاء لتنفيذ هجمات تحت راية التنظيم. ويضيف البروفيسور نيومان أن ثلث الإرهابيين الذين تم استقطابهم من قبل التنظيم في أوروبا لهم تاريخ إجرامي عنيف، كما أن نصف الذين انضموا إلى التنظيم كان لهم سوابق في سجلات الشرطة الأوروبية، مشيرا إلى أن التنظيم يعطي لمثل هؤلاء المجرمين مشروعية لممارسة إجرامهم. تابع التقرير بأن التنظيم الإرهابي لا يعني أو لا يعنى كثيرا بالتفاصيل الدينية لهذه الشريحة، بل يركز على أهمية الطاعة والولاء للتنظيم الإرهابي. مشاهدينا نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية لنتابع.
مشاهدينا لرسائلكم وتعليقاتكم، نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد. إلى ذلك الوقت في أمان الله.